50 قرش. سيداتي سادتي، ندعوكم الآن لمشاهدة برنامج حدث بالفعل، مشاهدة ممتعة. ينطلق الدرع للنادي الأهلي وهو الموسم الكروي المصري ينتهي، ولكن لم ينتهي وصالنا. سوف ننتقل إلى الحدث التاريخي، كأس العالم بالولايات المتحدة. إيه ده؟ سنشاهد النجوم، سنشاهد مارادونا، سنشاهد بيبيتو، روماريو، روبرتو. عيب يا يويو، ماما شريفة لسه ميتة النهاردة. يعني من النهاردة مفيش تلفزيون إلا بعد 40 يوم. وريني بقى هتعرف توصل له إزاي. المرة دي مش هتنزل الشارع، المرة الجاية مش عارفة هعمل فيك ايه. خلص بقى، انت بتعمل ايه؟ حاسب يا يوسف. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وده كان جزء من فيلم 41 يوم، الفيلم الروائي القصير الحاصل على المركز الثاني في مشاريع التخرج من معهد السينما لسنه 2011. هيكون مشرفنا المخرج احمد عبد العزيز. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. وهيكون معانا احمد عبد الرؤوف المونتير. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. الفيلم عايزين نتكلم عنه في البدايه، هو بيدور عن ايه؟ احمد عبد العزيز، وانا فهمت ان هو بيتكلم عن طفل خالته بتموت، فامه بتفرض عليه ان هو ما يشوفش التلفزيون وان هو ما يبقاش فيه مظاهر بهجه في حياته. تكلمني عن قصه الفيلم اكتر. والمفروض ان احنا بنبدا الفيلم، اول مشهد خالص بيبقى في حاله عزاء زي ما اتعرض من شويه، وبيجي على البيت بيحاول يفتح التلفزيون، فوالدته بتقول له ان ما ينفعش يبقى في تلفزيون الا بعد 40 يوم، اللي هو الحداد اللي بيحصل غالبا. فالفيلم كله اللي هو مدته 20 دقيقه، الطفل بيحاول محاولاته انه يفتح تلفزيون، رجله بتتكسر وبيحاول يطلع يجيب الريموت من فوق الدولاب، وبيحاول يخلي اخته تساعده عشان يجيب الريموت وحاجات شبه كده، لغايه ما ينجحش في محاولاته. طب الفكره ابتدت معاك ازاي؟ من زمان جدا يعني، بدات من زمان. الفيلم نفسها من زمان جدا، من اول من سنه اولى تقريبا، يعني من سنه اولى ما دخلنا في المعهد يعني. طب ما تحكوا لي. الفكره بدات ان كان حالة وفاة عندي ساعتها، كان حد قريب مني جدا يعني توفى، فافتكرت حاجة حصلت يعني زمان بالنسبة لي وانا طفل، كنت في عمر الطفل اللي في الفيلم تقريبا، ان انا كنت عايز افتح تلفزيون، بس والدتي منعتني ان انا افتح تلفزيون في اليوم 37، كنت عايز افتح التلفزيون بس ما ينفعش. بس ساعتها انا ما كنتش زي الفيلم، ما كنتش عايز افتح التلفزيون جدا وما حاولتش يعني، وعادي لو كنت يعني لو كنت اتحلت على امي شوية كانت ممكن توافق. بس يعني الموضوع جه بقى فكره لو فعلا كان في طفل عايز يفتح تلفزيون من اول يوم، وام رافضه جدا وفي تقاليد وعادات. طيب انا هرجع لك، بس هروح لاحمد عبد الرؤوف، هرجع لك اسالك على ايه الهدف من الفكره، بس قبل يعني بعد ما اسال احمد عبد الرؤوف المونتير، لانه المونتاج بطل في الفيلم ده بشكل رئيسي، لانه غالبيه التعامل مع طفل وغالبيه التعامل مع حركه اكتر منها كلام ورياكشنات وردود افعال، فانت اتعاملت ازاي مع الفكره، خصوصا ان انت معاصرها بقى من سنه اولى؟ والله هي الفكره بتاعت الفيلم ده يعني اشتغلنا عليها انا وزيزو كتير، وقعدنا نكرر على ستايل المونتاج للفيلم بالذات، يعني لان احنا كنا عندنا حاله كده من الصمت كتير، ايقاع الهادي طول الوقت، خصوصا ان الطفل ما اتكلمش خالص في الفيلم ولا ما نطقش بكلمه، فاحنا كنا خايفين من فكره ان هل ده هيسبب ملل، فالايقاع لازم يبقى
مشدود، طب الايقاع لازم يبقى. فالحمد لله احنا قدرت في المشاهد اللي عايزه ايقاع سريع انفذها زي ما هي محتاجه بالظبط، والمشاهد اللي هي فيها الولد زعلان، الولد مكتئب، الولد بيحاول، خليت الايقاع فيها بسيط شويه او عادي شويه، بحيث ان المشاهد يحس ان الولد هيجيب الريموت، طب مش هيجيب الريموت، طب مامته هتعمل ايه، طب اخته، يعني يبقى في مساحه كده للمتفرج ان هو يقعد يفكر طب ايه اللي هيحصل. بس تقدر تعالج ده بالصوره اكتر عن طريق التقطيع. بالتاكيد. طب انت خدت تقدير ايه في ال... انا خدت امتياز مشروع. طب الف 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 مبروك والله يا شباب، يعني اتخرجتوا، الف الف مبروك ليكم، سيبنا مخرج ومونتير جداد مبشرين. طب نرجع بقى لاحمد عبد العزيز المخرج واسالك، اقول لك انت كان ايه الهدف من الفكره؟ يعني انت اوكي احنا عرفنا اصل الفكره جت منين، انت كنت حابب تقول ايه من الفيلم؟ مضمونك اللي عاوز تقوله ايه؟ والفكره يعني مضمون العام يعني ان احنا شويه بناخد بحاجات ظاهريه وبنسيب المعنى الحقيقي للدنيا. يعني ليه نقعد 40 يوم في حداد وفي زعل على حد مات وكنا بنحبه؟ اه بس تعال نعدي، تعال نعدي يعني اخطائنا، تعال نعدي مشاكلنا، ونبقى مع، نبقى نعيش الحياه بشكل افضل، ونبقى كويسين افضل اكتر، ونبقى مبسوطين. ليه نبقى متضايقين؟ ليه نبقى زعلانين دايما؟ يعني ان الحياه لازم تستمر يعني. بالظبط. طيب مشروع التخرج مفروض انه بيتعمل بالفلوس الشخصيه او التمويل الشخصي للعاملين فيه. اولا عايز اعرف انتوا كنتوا كم واحد اشتركتوا في مشروع التخرج، والفيلم اتكلف حوالي قد ايه؟ هو كان كام دقيقه؟ 20. 20. اتكلف قد ايه الفيلم؟ وهل صورتوه بكاميرا ديجيتال ولا صورتوه بكاميرا 35؟ صورتوه ازاي؟ هو الموضوع كنا كتير جدا، يعني احنا كان المعهد، وما اقدرش اقول لك مبلغ بالظبط، ان المعهد احنا خارجين معهد، فالمعهد كان مساعدنا في حاجات كتير، شبه ان كان مدينا بلاتو ومدينا كاميرا سينما 35 مللي. طب جميل. وخيام وحاجات شبه كده. طب كنتوا واخدين ده كل خام كله ولا انتوا جبتوا جزء من الخام؟ يعني هو صار صعب شويه، ده كان الموضوع كان ان عشان الفيلم كان طويل فكنا محتاجين خام زياده، فكان هو قصير، روايه قصير، بس هو طبعا كان طويل كاول تجربه، طويل كفيلم قصير كمان يعني. يعني كفيلم قصير المده مش قصيره يعني. فموضوع شويه كنا محتاجين خام زياده، ان الخام خلص وكان في حاجات شبه كده، بس يعني ايوه بس احنا بنتكلم في تكلفه، يعني علبه الخام 35 دلوقتي مش عارف وصلت كام، بس هي غاليه يعني. مبلغ. بس لا، ومشكله ان انت بتتعامل مع مشاكل اداريه شويه، شبه ان المعمل اللي احنا هنحمض عنده لازم يبقى فيه المتراج نفسه يكون محسوب. المتراج بس اللي هو ايه، في مشاهدين عاديين في البيت، ما تقولش المتراج عشان الناس تفهم. اوكي طيب، يعني ان انت ليك حيز معين يتحمض بالتحميض، فانت ما ينفعش تتخطاه، فانت ازاي تتخطاه؟ فكان في حاجات شبه ان في ناس كان ما وصلوش للحد ده من المتراج، او الحد ده من الوقت يعني، فاحنا دخلنا اتحمضنا عندهم يعني. هي كان في مشاكل كتير، بس الحمد لله يعني لا كان عذاب. كنا بنعالجها بشكل دبلوماسي يعني. طب ما انا عايز اعرف تكاليف الفيلم يعني كانت على مين؟ لا هي الجزء الاكبر طبعا تابع للمعهد السينما، وفي جزء يعني. بقى مثلا انا عندي طلبات اخراجيه شبه مثلا شبه حاجات اخراجيه يعني ممكن. طب يا زيزو انت عايز تهرب من السؤال، انا عايز اعرف الفيلم اتكلف كام والمعهد دفع كام. هو صعب اقول لك ان المعهد ما دفعش فلوس، ان الحاجات دي بتاعته. اوكي، يعني هو تقديريا الفيلم اتكلف في حدود كام وانتوا ضفتوا كام؟ يعني الميزانيه تقريبا مثلا يعني الميزانيه لو على الورق ممكن توصل مثلا 350,000 جنيه مثلا، حاجات شبه. انتوا دفعتوا منهم كام بقى؟ احنا دفعنا منهم مثلا 70 80، مش انا لوحدي، في ناس كتير دفعت يعني. جمعتوا كلكم من بعض؟ كل واحد كان في قسمه يعني. انا كنت اشيل الحاجات، انا كنت بدفع الحاجات اللي انا عايزها اللي انا بطلبها مخصوصه، ومثلا مدير التصوير كان بيدفع الاضاءه، كان والمونتاج برضو كان انا يعني، كلنا قاعدين نساعد بعضينا يعني. بالظبط، هي الفكره. على الجهاز بتاعي مثلا، جهازه كان شريعة مافيولا بقى عاديه وحاجات كده. لا مافيولا ده كانت تدريبات بنتدربها في المعهد في السنه الاولى والثانيه، لكن كنا شغالين على الفاينل كات. احنا اول دفعه في المعهد اتخرجنا. طب انا مش فاهم برضه، شغالين فاينل كات ازاي مع الخام ال 35؟ عشان بس افهم. لا دي قصه. ما دي اول، احنا اول دفعه في المعهد خرجنا بالدي اي. الدي اي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو فكره ان بتحول السينما لديجيتال وبتشتغل عليه، بعد كده بتحول تاني
الفيلم بتعمل له بلو اب ترده تاني بالزبط. تاني بالظبط. احنا قلنا طب هل البروسيس ده يعني مكلف ولا ده اوفر؟ لا مكلف مكلف جدا، بس كل ده من معهد وثق هو اللي كان معهد اللي ظبطنا السعيد الصراحه. طيب ختاما لكلامنا لانه وقتنا خلص وبيقولوا لي فاضل دقيقتين، هسيب لكل واحد فيكم دقيقه يقول لي هو كسب ايه من التجربه دي وعاوز مستقبله يبقى عامل ازاي، ما احنا كسبنا مونتير ومخرج جداد وحصلوا على المركز الثاني من ضمن مشاريع التخرج. نبتدي يبقى احمد عبد العزيز المخرج. انا كسبت ان يعني بعد التعب كله اللي حصل في الفيلم ده، ان الواحد يبقى لو عنده حاجه عايز يعملها لو تعب فيها بجد وكان عايز يعملها جدا ونفسه يعملها، مفيش حاجه في الدنيا من مشاكل هتقف قدامه لو جنبه ناس حواليه بتساعده بجد. يعني انا نفسي اشكر ناس كتير ده بما فيها الثوره مثلا. احنا عملنا فيلم بعد الثوره، بس احنا يعني كان في واحد ثوره الصراحه، يعني في حاجات كتير جدا كان فيها روح الثوره وفيها روح ان احنا هنعمل احنا عايزينه. فيلم والثوره شغاله تقريبا. ان احنا هنعمل فيلم اللي احنا عايزينه مهما كان اللي هيحصل، مالناش دعوه باي حاجه يعني. طب قول لي يا احمد، بما ان انت اهو راجل متحدي، قول لي ايه حكايه الفيلم اللي عملتوه في وسط الثوره؟ يعني كان الفكره كلها ان كانت بلاتوهات ساعتها مقفوله وبنحاول نفتح بلاتوهات ولازم نصور حظر تجول ولازم نصور وفي لان احنا في جدول داخلي احنا كروهات ومخرجين ففي ادوار الافلام فرق عمل. في عمال بيبنوا في حاجات في ناس بتبني ديكور واحنا عايزين ندخل، والمعهد طبعا بيدي مش مساحه عظيمه لان احنا نشتغل براحتنا، فلازم نكثف شغلنا فبقت ضغط علينا واللي قبلينا واللي بعدين. طب الفيلم ده فين واسمه ايه وهيتعرض امتى؟ لا ده افلام كتير دفعه كلها ده دفعه كام احنا كام فيلم 13 فيلم تقريبا. احنا مشكلتنا ان افلامنا وقت حظر التجول، فمثلا في عمال يعني انتوا ده بالاضافه طبعا لزمايلكم اللي عملوا بقى في الميدان وراحوا جم بالظبط. في مثلا ناس ما ينفعش تمشي بعد الساعه 12، فانت كنت بتبدا الشغل الساعه 12 بالليل عشان تعرف توفق الناس، تعرف تمشي الصبح عشان تعرف تبقى انت تقعد في بيوتها. انا اتمنى انه الحياه تستمر، ويمكن ده اللي انت عاوز تقوله من فيلمك. احمد عبد العزيز المخرج واحمد عبد الرؤوف المونتير وخريج معهد سينما، بنشكركم وبنتمنى لكم التوفيق في حياتكم بعد اول فيلم. شكرا يا مصر. نشكركم مشاهدينا، دي كانت نهايه فقراتنا. حلقتنا كانت معاكم من 9 ل 11 على الهواء، بكره هنكون معاكم من 9 ل 11 الصبح مع فريق عمل جديد. انتظرونا وتابعونا دايما في نهارك سعيد.